تعال هون انت وياه، وين رايحين؟ هاتوا لنزينهم. ليش بدك تزينه؟ لك بدك تاخذ حقهم بقى. لك شو انا فاتح سبيل انت وياه؟ هات لشوف لك عمي. ليك على الحكي. الزهره مالك كنت تاكلوه في الطاوله. واذا ما دفعنا حقه شو بدك تعمل يعني؟ إذا بالمحكم أنتو الجوز بالحارة بدي أبركم، فهماني؟ إيه خلص خلص اللي بدك يا يلا نقلع أنت وياه. كتر خيرك يا أبضاي، كتر خيرك. خير الله، كأنك غريب، هي أول مرة بالمحك بالحارة. أنا من الغوطة، محسوبك أبو زكو، وجاي بيع الخضرة هون عنكم بالحارة إذا ما في سئلة يعني. لا أهلا وسهلا فيك. اي حدا بيضايقك بتجي لعندي على الساحه على دكان العطاره بتلاقيني هنيك. السلام عليكم. لحظه تفضل هدول يا أبضاي. شو ها؟ شويه فواكه كنت اخذهم لواحد صديقنا، اشتهيت لك ياهم، تفضل. خير الله كثير، سلمون. شو بنا النبي قبل الهديه، خذ الهديه يا عمي. كتر خيرك. الحمد لله صحه. والله يا صهري ما كان في داعي لهذا كله. عمك معه حق، ما في داعي لهالاكل كله، طبخه وحده بتكفي. بس عمي جيدكم غالي، والله شو ما عملنا بنضل مقصرين، انتوا فضلكم على راسنا. استغفر الله، نحن فضلنا على حالنا. انا بكفيني انه جوزت بنتي لرجال شهم وأبضاي. الله يجبر بخاطرك. هات يسلم والدين يا بنتي. يا بي شو هالحكي هاد؟ ليش انا من شو بشكي؟ ما بتشكي شيء، عين الله عليكي. بنتي ناوليني هالدرقني، والله منظره بيفتح النفس. ايه على عيني وراسي، تفضل صحتين وهنا. يسلموا هالديات، ليش مين بيوقف مع البنت غير امها؟ اكيد. والله عبير سبيت ما في منه. ايه لك طالع لامها. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، هاتي مي. يي بسم الله الرحمن الرحيم. يا بشبك لك تكون اتشردعت عمي، ناوريني المي. لك مالي حاسس. لك مالي حاسس. يا لعنتي. شو حاسس عمي، شو حاسس؟ حاسس نار وشعر بطني. قولي على عمي، قولي على عمي. مصاريني عم تتقطع. قلنا الحكي امري يا حكيم الحكي. حكيم عم بيقول إنه السم كان بالدراق، يعني اللي كان مقصود هو أنا. بس مصيبة الدراق أخده من أبو زكو، وهو زلمة غريب عن الحارة، شو له مصلحة ليأذيني؟ وين نلاقي له عاد أبو زكو؟ بس لا، بدنا نلاقيه لأعرف مين غريمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معقول يلي عم يصير؟ اليوم الصبح كان عندي بالمضافة وما في شيء، هيك فجأة على غفلة مات. والله يا زعيم، الموت ما بيعرف لا زمان ولا مكان. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. كان شاب ضايع وشهم. شو مشان الدفن احنا شو بنعمل؟ لازم نخبر أهله بالضيعة، بلكي بدهم يدفنوه هنيك ولا لا يا زعيم؟ لا مزبوط، لازم نخبر أهله، هنن أولى فيه. اتكلوا على الله يا جماعة، اتكلوا على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقف عندك يا واطي. زعيم وعامل فيها أبو زكو ما هيك؟ ولك وين بدك تهرب يا واطي؟ وين؟ شو مساوي أنا؟ شو بدكم مني؟ لك وين بدك تهرب؟ دخيلك قسما بالله بدبحك بسيح دمك. ها دخيلك يا زعيم، لا تقتلني دخيلك. قول الحقيقة وأنا بخلي الزعيم ما يدبحك. حقيقة شو بدكم مني؟ طلع فيني. قلي الحقيقة وبوعدك إني ما قتلك. حقيقة شو؟ والله ما بعرف عن شو عم تحكي يا زعيم. ليش عطيت الدراق المسموم للعقيد وطاح؟ ليش؟ وتسبب بقتله؟ فهمني. لك هي نتيجة إنه عمل منيح معك؟
يا زعيم ورا كل هالمشاكل هو اللي قال للشباب يجوا يتخانقوا معي وبعدين يجي العقيد يدافع عني وياخذ الدرانات. مين هو ابلا؟ طعان. شو؟ طعان؟ ايه طعان يا زعيم. ليش عمل هيك؟ قال بده ينتقم من وضاح. وشو دليل على صحة كلامك ولا؟ بدهم يروحوا اليوم يخلعوا الباب تبع وضاح تبع الدكان ويسرقوها ويحرقوها. شو زعيم؟ رح نخليه عنا اليوم حتى نتأكد من كلامه إذا كان صح ولا كذب. خليك هون. خلوه شباب. بدل ما تقتله قتلت عمه أبو مرته. شو عليه؟ ما ماتت هديك المرة هلأ بتموت. جاهد على روحك يا واطي. صح أنت طويل وعريض وقوى مني بس أعلي أزكى من أعلاك. طعان! رمي يا رجال. طمني ان شاء الله. لا ان شاء الله بسيطة. خدوه على البيت. طمنيني كيف صارت امك؟ اخ يا ابن عمي اخ، امي كتير صحتها تعبانه من يوم ما مات ابي، وهي كل ما عم تتراجع ما عم تقدر تصدق اللي صار فيه. حبيبي بدك تطولي بالك، بدي اياكي تكوني قويه وما تحسسي امك بالضعف. انت اللي لازم تقويها لحتى تصح وتتعافى. قوية؟ لك إذا أنا ذات نفسي ما عم بقدر صدق اللي صار. أبي كان قاعد بيناتنا بصحته وبعافيته وعم يضحك وياكل وفجأة هيك راح. لك الله لا يوفقه، قتله الابن الحرام. عبير خلصنا، قلنا لك بدك تشدي حالك. ابن عمي هلا أنا ما عاد إلي غيرك سند بهيتني. بالك شايف أبي مات ومي تعبانة. عبير أنت روحي ومرتي وحبيبتي، والله اللي بيمس شعره منك لأطلع بروحه. وطعان شو؟ راح تتركه؟ دم أبوك دايم برقبتي ليوم الدين، وحياتك ما رح يهنالي عيش لأطلع بروحه لطعان، وهذا عهد قدام رب العالمين. الله يخلي لي إياك، ما يحرمني منك يا حبيبي. شو صارت ايدك؟ ان شاء الله تحسنت وراح الوجع. الحمد لله الوجع راح من ايدي، بس الوجع هون بقلبي وما بيروح لاخذ بتاري. شو بلا وضاح؟ التار مو تارك لحالك، تارنا كلياتنا. لك شلون صار هيك؟ شلون؟ لك كان بين ايدي تكه كنت قتلته وطفيت ناري. منين طلع هالبلد سمار؟ يخرب بيته وبلش طقم صار، خلى رجع حالتنا تفرقها، لعمى بقلبه، استغل الفرصة وهرب. هذا واحد من رجاله لهذا الندل، كان متخبي وما أخذنا بالنا منه. على كل حال الحمد لله إجت الإصابة بإيدك، والله سترك وحماك. لك والله سترنا كمان، ما انقتل حدا من رجال الحارة. شو العمل هلا زعيم؟ شلون بدنا نمسكه؟ رح نمسكه. عم قل لك ضبي غراضك وخدي أولادك واطلعي من البيت. خلونا نطلع لبرا ونشوف شو القصة وبنرجع بنكمل حديثنا هون.
شرف شرف. طول بالك يا رجال، طول بالك علي شوي. وين بدي روح انا ولادي؟ عامل لك رح اعطيك الاجره. والله هذا مو شغلي. عامل لك روحي، ضبي اغراضك روحي، لاقي لك بيت ثاني استاجري. مالي فاتح لك بيت ذكي انا. لك وين بدي روح؟ انا ما لي حدا بهالدنيا. الله يخليك طول بالك علي شوي. هذا مو شغلي. عامل لك ضبي اغراضك واطلعي روحي لاقي لك بيت ثاني استاجري. انا مالي فاتح بيت ذكي. يلا نلغي من بيتي. بوس ايدك. داخل على الله وعليك، داخل على الله وعليك، طول بالك علي شوي. والله رح اعطيك الاجره والله العظيم. عم قل لك انلغي من بيتي. اخس عليك، عم تتهجم على حرمي ولا؟ انا ما عم بتهجم عليها، هي ما عم تدفع لي اجار البيت. حقك بتاخده بس بالراحه مو هيك؟ ايه حاولت كثير معها وهي ما عم تدفع لي اجار البيت. شوف فاتح لها بيت ذكي انا. لك انت ما بتفهم حكي؟ عم اقول لك رح ادفع لك حقك كامل. مسوك لشوف. هي 3 شهور المكسورين عليها وفوق منهم اجار شهر كامل، وبتجي لعندي باخر كل شهر وبتاخذ اجار البيت، بس لعندها ما بتروح ولا بتحكي معها، ما لك شغل معها، فهمت؟ ليش انا شو بدي غير اضمن حقي يعني؟ هاي حقك وصلك يا سر عمي. يلا. ايه السلام عليكم. هي كتر خيركم. خير الله اختي. جوزك وينه؟ ما يطلع هو يحكي مع المغضوب. جوزي توفى من 3 سنين وانا عندي 3 اولاد يتامى على روس بعضهم، والله وكيلكم، الله وكيلكم، ما في كسرة خبز بالبيت، وكنت ساكنه بالغوطه واخذوا لي بيتي. ولا يهمك اختي ام صفان، خدي القرشين دبري حالك فيهم. كتر خيرك. وباخر كل شهر بتمرن عندي على المضافه وبتاخدي مصروف الك ولاولادك. كتر خيركم يا جماعه، كتر خيركم. اختي من بعد اذن الزعيم والمختار تجي معي هلا لعندي على البيت، حرمتي بتعطيكي كم غرض. والله ما في لزوم، كفيتوا ووفيتوا. معلش معلش، روحي مع العقيل. مثل ما بدكم، بس لحظة لأمن على الأولاد. ماشي الحال. افتح يا مو، افتح حبيبي. الله يكون بعون العباد. يا مو افتح الباب. تفضلي هدول أم صفون. شو هاد يا خانم؟ يا عم شو منك، ما في شيء من قيمتك، يعني شوية خضرة ومونة وفواكه. بس يا خانم هيك كتير. لا معلش ما في شيء من قيمتك. تسلميلي، ربي يديمكم لبعض انتي والعقيد. والله ماني عارفانه شلون بدي اتشكركم. ما بدنا منك غير الدعاء. روحي ربي ربي هيك يعمي عنكم اولاد الحرام ويحميكم ويبعث لكم من واسع ابوابه. الله يسلمك يا رب. يلا بتسمحي لي انا بدي امشي. عادي ما شربتي شيء؟ غير مره تاركي الاولاد لحاله. طيب ولا يهمك، امانه برقبتك. شو بتعتازي بتقولي لي؟ تسلمي لي كلك سوء. لا تنسي هي. وكمان يسلم ايديك. الله يسلمك. يلا بخاطرك. الله معك. مع السلامه. الله معك. الجماعة طلعوا لقدين حلال معي وغمروني بكرمه. حرام والله حرام. بس لا، أنا كمان لازم كمل، ما لي غير كمل. اسمعوني يا جماعة، بدنا نضيف اسم أم صفوان هي وولادها للعيال يلي عم نقدم لهم مساعدة. يعني بآخر كل شهر نعطيها مونة أكل وشرب، شي يكفيها إلا ولولادها لمدة شهر كامل. عمرك زعيم، لا تنسوا كسوة البدن تبع الولاد. هاي لا تاكلوا أمه، حرمتي رح تعمل لهم زيارة وتشوف الولاد وهي رح تكسيهم. هاي زكاة على الروح أبوها المرحوم. حرمتك أصيلة، طالع لأبوه الله يرحمه. الله يرحمه، كانت إيده دائما ممدودة للخير. تعيش وتترحم. يا عقيد يا عقيد يا عقيد. سلامة قلبك يا عمو، ان شاء الله سلامتك. خدي عفوك. والله ما في داعي لك يا امي، حاسه حالي ما يطول بدي الحق ابوكي. الله يوفقك امي، لا تحكي هالحكي. الله يطول بعمرك يا رب. الله يسلمك. هيك حاسه حالي مالي مطوله امي. انت بتعرفي انه انا بعيد الدنيا، ما لي حدا غيرك، لمين بدك تتركيني؟ هات قبريني، الله يخلي لك جوزك وبيتك واولادك. انا ما عاد لي شيء بعد ابوكي. ويخلي لي اياكي ويطول بعمرك وتعيشي وتشوفي اولادي واولاد اولادك. ان شاء الله ما بموت لحتى اشوف على ايدك صبي وتشوفيه شاب وعريس يا رب. بوجودك تقبريني بحياتي. قومي يا امي، قومي على غرفتك لاعمل لك كاسه ياسو وترتاحي. قومي يا رب. يا رب. بسم الله. سلامتك. يسلمك.
مصفوان؟ شو جابك لهون؟ بترجاك تسامحني يا زعيم، بترجاك تسامحني يا عقيد. أنا صحيح مرة غريبة عنكم وعن الحارة، بس يشهد الله اعتبرت حالي إني منكم وفيكم، وهالشي بسبب كرم مرتك معي وكرمك علي وفضلك علي أنا وولادي. طعان طعان يا عقيد بده يأذيك وناوي لك على الشر، وطلب مني إني ساعده، بس أنا يشهد الله يشهد الله الندم عم ياكلني وما عم نام طول الليل. المهم هلأ، المهم هلأ تلحق مرتك يا عقيد، لأنه هو هلأ عنده بالبيت وبده يأذيها ويقتلها. حكيم جيب المختار والحقني لبيت وضاح. كثير تأخر وضح، إن شاء الله ما يكون صار معه شيء. جيتك مين أنت؟ شو بدك مني؟ أوعك تستخدم، قسما بالله العظيم بذبحك. مين أنت؟ مين؟ مين أنت؟ هلأ بتعرفي مين أنا. لك هذا أنت يا حقير؟ لك ما بكفي إنك قتلت أبي؟ لا، ولك أنا ما كنت بدي أقتل أبوك، أنا كنت بدي أقتل جوزك وضاح، بس أبوك راح بالغلط. ليش؟ ليش لحتى تقتله لوضاح؟ ليش؟ لأنه نفسي فيك. لك ما فشرت عينك يا كلب؟ هلا لا تستشرفي علينا، حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا منيح. بعدين شغلة مو على كيفك، بدي إياكي وغصب عنه. وضاح وضاح لا تفهم غلط. وحياتك دم أبوك ما راح أدر.